قال المترشح للرئاسيات المقبلة عبد العزيز بلعيد أن المؤسسة العسكرية رافقت الحركة الشعبية السلمي لتسع أشهر أو تسعة أشهر، مؤكدا في تجمع شعبي له بولاية باتنا أن أبواقا في أوروبا تحاول زرع الفتنة بين الجزائريين باسم الديمقراطية. بلعيد ندد بتدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي للجزائر، مضيفا أن الجزائر لا تقبل وصاية أي طرف كان. المترشح للرئاسيات عبد العزيز بلعيد سيلتقي بعد قليل بأنصاره ببسكرة في إطار اليوم 15 من الحملة الانتخابية. هذا السير اللي حقيقة هو سريع الجيش الحداد، أول جيش في العالم الثالث اللي أكثر من 9 أشهر والشعب خالف وهو يرفق فيه ويسيس فيه وخايف عليه ويحميه. نعم، إذا كان بعض الأبواق في أوروبا يتكلموا علينا ويتكلموا عن الديمقراطية في الجزائر ويتكلموا عن الدكتاتورية في الجزائر، شفناهم هما لما خرجوا أولادهم لجيلي جون بالأموال والحرائق والشرطة، كوارث كانت في مدنهم. الجزائر مستقلة وعندها السيادة نتاعها وشعبها عنده إمكانية لحل المشاكل بين بعض البعض، وما نقبلوش لا الوصاية ولا النصيحة عن الآخرين.